بجد ترحيبي بحضراتكم. يمكن لو اتكلمنا عن فيليبي، زارها بولس الرسول سنة 52 بعد ما ظهر لي رجل مقدوني في الرؤية وقال له اعبر إلينا وأعنا. وخلينا نقول يمكن جدير بالذكر أن أول كنيسة أنشأها بولس الرسول في أوروبا هي كانت في فيليبي، وأول واحدة أمنت في فيليبي هي ليديا بائعة الإرجوان. وطبعا زي ما احنا عارفين سجان فيليبي لما اتسجن بولس وسيلة من هو وأهل بيته. خلينا نتكلم أكتر عن فيليبي وعن رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي. ولكن بعد ما رحب بضيفي اللي بيشرفني الأستاذ بشوي الكوموس يؤنس، خادم بكنيسة العذراء مريم بالزيتون، أهلا بحضرتك. منور بحضرتك وبكل أعزائنا المشاهدين في الحلقة بتاعتكم البرنامج بتاعكم. أهلا بك. بداية قبل ما نتأمل في الآية اللي هنسمعها النهاردة، بس خلينا نقراها برضو الأول وبعد كده ناخد فكرة عن رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. فيليبي 4:6. قبل ما نتأمل في الآية اللي سمعناها دلوقتي اللي قريناها دلوقتي، خلينا نعرف بس ملامح، أهم ملامح رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي. اسمحي لي نبدا باول حاجه. مدينه فيليبي اسسها فيليبوس المقدوني، هو ابو الاسكندر الاكبر، سنه 356 قبل الميلاد. يمكن حضرتك ذكرت حاجات منها موجوده فعلا، ان اول كنيسه تاسست في اوروبا كانت هي كنيسه فيليبي، اسسها القديس بولس الرسول. وعارفين كلنا قصه بشاره بولس الرسول لما ظهر له رجل مقدوني في اعمال الرسل 16:9 وقال له اعبر الينا واعنا. وفعلا كانت اول من امن بسيد المسيح واول من بشر بولس الرسول هناك كانت ليديا بائعه الارجوان. تمام. كلنا عارفين القصه بتاعت سجان فيليبي لما كان في عرافه وبولس الرسول طرد منها روح العرافه فدخل السجن، وبعد كده امن سجان فيليبي. يمكن كمان رساله فيليبي كتبت سنه 63 ميلاديه، وبولس كان في الاسر الاول بتاعه في روما. تمام. كمان الرساله يمكن مملوءه بمشاعر المحبه، وكلمه المحبه تقريبا ذكرت 11 مره، رغم ان الرساله 4 صفحات بس، لكن كلمه المحبه ذكرت 11 مره، فكلها محبه وكلها فرح. رغم ان القديس بولس الرسول كتب الرساله دي هو في السجن، لكن هو كان فرحان وسعيد بها جدا عشان يقول لنا ان مهما كانت الضيقات ومهما كانت الالام لازم نكون فرحانين بوجودنا مع المسيح في اي مكان وفي اي زمان. هو اتعلم ان هو يفرح بالرب كل حين، بولس الرسول، وعايز يوصل لنا الرساله دي، افرحوا كل حين بالرب. طب فعلا هي كانت يعني رساله كلها فرح ومحبه بصراحه، كلها رغم ان هي 4 صفحات بس، لكن كانت مفحمه بمشاعر الحب والفرح، رغم ان بولس الرسول كتبها في سجنه. يعني احنا لو قدرنا مشاعر المسجون ممكن يبقى زعلان متضايق، لكن بولس الرسول ما كانش كده، كان حاسس ان ربنا هيستخدمه في اي مكان. واحنا عارفين ان هو في سجنه كمان كان بيبشر الجنود، وكمان بشر اهل قيصر تمام. نفسه في بعض منهم امن في وجود بولس الرسول في السجن، فربنا بيستخدم الانسان في احلك الظروف وفي كل مكان. بولس كمان كان بيشكرهم على عطاياهم الجزيلة، والمعروف ان بولس الرسول ما كانش بيقبل اي عطايا مادية من اي حد الا من اهل فيليبي فقط، لاني حس بمحبتهم الحقيقية. وزي ما حضرتك ذكرت انه 11 مرة يمكن ذكرت كلمة المحبة، لاني فعلا هم كان عندهم محبة حقيقية جديدة جدا، وهو لمس المحبة دي عشان كده قبل العطايا المادية بتاعته. طبعا هو سبب كتابة الرسالة ان يشكرهم على عطاياهم اللي هم بعتوها مع أب فروديتس. والحاجة الثانية أن كان أب فروديتس ده كان تلميذ لي ومرض لدرجة أنه قرب إلى الموت. تمام. لكن بيعزيهم بقى بيقول لهم على فكرة أنه قرب للموت، لكن ربنا شفاه عشان خاطركم، عشان خاطري، عشان يكمل كل ضعف فيكم، يكمل كل الحاجات. فهو ده السبب كتابة الرسالة. كمان كان في دب خلاف بين النساء والفكر في النساء في الكنيسة، لأن كان ليهم على ما يعني زي ما كان واضح أن كان ليهم خدمة في الكنيسة، فحب أن هو إيه يعني يبعت لهم رسالة أن لا ما ينفعش، ما ينفعش أن إحنا
وخدام، ما ينفعش يكون في اختلاف في الفكر، وبعت لهم الرساله دي لتهدئه الوضع كان هناك. بالظبط، هو كان يظهر ان كان في بعض الانشقاقات او الافكار الشخصيه، وكان في بعض الهرطقه اللي دخلوا في المكان. فالقديس بولس الرسول حب يقول لهم ان احنا كلنا كنيسه واحده، كان هدفه برضه في الرساله، عشان كده كتير جدا يقول جميعكم جميعكم جميعكم، عايز يقول لنا ان احنا كلنا واحد، كلنا في نفس الكنيسه، وكلنا هدفنا لازم يبقى واحد، هو المسيح له كل المجد. عشان كده كاتب لهم رساله وكثر فيها كلمه جميعكم بسبب وجود بعض الخلافات داخل الكنيسه. خليني بس انوه، لان يمكن دي كانت معلومه جديده عليا، ان بولس الرسول لو نلاحظ ان في كل رساله يقول كتبت على يد كذا، فيمكن معلومه يمكن انا عرفتها ان كان بولس الرسول ضعيف النظر جدا، عشان كده كان اللي بيكتب له الرسائل كان ما كانش هو اللي بيكتبها بنفسه، لان احنا عارفين قد ايه بولس الرسول كان متعلم وكان روماني الجنسيه، وكان يعني متهذب بحكمه الرومانيين وبالتعليم، فازاي مش هو اللي يكتب؟ فيمكن كان دايما السؤال ده يمكن يدور بذهني، ازاي بولس الرسول وانت حاصل على كل التعليم ده مش انت اللي بتكتب الرسائل بنفسك؟ ففعلا لقيت في تفسير بيقول ان بولس الرسول كان ضعيف النظر جدا، عشان كده ما كانش هو اللي بيكتب الرسائل بنفسه. تمام، فعلا هو يقال ان فعلا الشوكه اللي كانت عنده او الضعف اللي كانت عنده اللي طلب من ربنا يرفعه اكثر من مره 3 مرات هو كان ضعف في البصر. في البصر. فيعني ربنا ساعات بيسمح بالضعفات دي عشان يقول لنا ان نعمتي في الضعف تكمل، يعني احنا بكملكم في ضعفكم يعني. تمام. طب خلينا يمكن الآية اللي قريناها في الأول، لا تهتموا بشيء، بمعنى إيه لا تهتموا بشيء؟ يعني خلينا نوضحها أكتر، والمقصود أو الدليل الروحي المقصود وراء هذه الكلمة. اسمحي لي أقول في الأول لازم يكون لكل إنسان هدف في الحياة، بدون الهدف ما نقدرش نعيش. تمام. لكن هنا لما بيقول لا تهتموا بشيء، هنا يقصد قديس بولس الرسول إن إحنا لا نتواكل ولا يعني نعتمد على الكسل في حياتنا والإهمال، لكن هنا بيقصد إن إحنا نطرح عنا كل هموم العالم. تمام. إزاي يبقى عندك هموم العالم تطرحها عنك وتكمل جهادك في الحياة؟ وكمان نقطة مهمة جدا هنا بيعلمها لنا بولس الرسول، ان يكون الله هو يعني محور اهتمام، محور الاهتمام ومحور حياتنا. كيف يكون الله محور الاهتمام؟ ان هو يكون الاول دائما في كل شيء، عشان كده حتى هو لما خطبنا في سفر الرؤيا قال انا هو الاول والاخر، البدايه والنهايه. عايز يقول ان ربنا لازم يبقى البدايه في كل شيء. ولو نفتكر كمان حتى الوصايا العشر نفسها، كانت اول وصيه خاصه بربنا لها كل المجد، قال لك تحب الرب الهك من كل قلبك. عايز يقول لنا انا محور الاهتمام، أنا بداية الاهتمام في كل شيء. كمان عايز يقول لنا ما تخليش اهتمامك بالأشياء الأخرى تلهيك عن اهتمامك بربنا، حتى لو ذاتك، يبقى قبل ذاتك يبقى اهتمامك بربنا وعلاقتك بربنا. حتى في الخدمة والرهبنة ساعات يعني يبقى الواحد هدفه الخدمة وهدف الرهبنة، ويضيع الهدف الحقيقي هو وجوده مع ربنا. تمام. عايزين نقول إن حياتنا كلها ما هي اللي ان احنا بنعيش مع المسيح، عشان كده هو الايه، اما انا هو الطريق والحق والحياه. حياتنا كلها عباره عن علاقتنا بالمسيح، لو اختفى المسيح من حياتنا والهدف الحقيقي الموجود في الحياه هو الله، يبقى كده حياتنا ما لهاش قيمه. وتلاقي ناس كتيره لما بتبعد عن ربنا تلاقي ان ما لهاش هدف، وتحس ان ما لهاش قيمه في الحياه ولا في الوجود، لان الله هو الهدف الحقيقي لوجودنا على الارض. تمام. ندي الله البكور، بكور وقتنا، بكور أموالنا، بكور كل شيء نمتلكه، كل شيء قدامنا. هو ده يعني معنى بكور، الأولوية، هو الله هو أولويتنا. قبل ما ننزل هنصلي الصبح، هو ده البكور. قبل ما نصرف أي حاجة من فلوسنا أو أي مرتب يجيلنا، هو ده البكور، ندي أول راتب أو أول شهر. فربنا دايما يقول لنا أنا هو الألف والياء، زي ما حياتك بتقول الأول والآخر، دايما بيحب إن احنا نحطه هو في أولوياتنا. أولوياتنا بالظبط كده، دايما ربنا عايز يكون هو الأول في كل شيء. احنا لو جعلنا ربنا هو الأول في كل شيء هيأدي لنجاحنا في كل الأشياء. تمام. في كل شيء هننجح لو حطينا ربنا قدامنا، قدام عينينا دايما في كل حاجة. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة. خلينا نركز على الصلاة، الصلاة وأهميتها في حياتنا الروحية. بدون الصلاة ما نقدرش يعني نوصل لعلاقتنا الحية بالمسيح. احنا دايما بنقول الصلاة دي هي صلة بينك ما بين ربنا. ربنا ده محتاج يبقى علاقتنا بيه قوية عشان نبقى ناجحين في كل شيء.
تمام. الصلاة معناها صلة بيننا ما بين ربنا. احنا دايما بنقول لو انا عايز اتكلم مع ربنا لازم مرة انا اتكلم ومرة انا اسمع. انا بتكلم مع ربنا في الصلاة وبسمعه مرة تانية في الكتاب المقدس. دي علاقة ربنا في الصلاة، ان انا بقول له يا رب انا محتاج اتكلم معاك وتسمعني، وفي نفس الوقت لما احب اسمع صوت ربنا اسمعه من خلال الكتاب المقدس. فربنا دايما محتاج ان يبقى علاقتنا خط متواصل دايما بيننا ما بين ربنا وفي استمرارية في الصلاة. ازاي واحنا بنصلي ازاي نترك تدبير امور حياتنا كلها لربنا؟ حياه التسليم، ازاي نعيش حياه التسليم؟ ازاي واحنا دايما بنطلب من ربنا اختار انت يا رب لتكن مشيئتك لا مشيئتي انا، ازاي نوصل للمرحله دي؟ حياه التسليم بنوصلها بالتدريج. لو احنا عايزين نتكلم عن حياه التسليم الكامل لاراده الله، اسمحي لي استخدم تعبير استخدمه القديس بولس الرسول في اعمال الرسل 26:15، بيقول سلمنا فصرنا نحمل. لما احنا بنسلم حياتنا لربنا اكيد هيحملنا على كفوف الراحه زي ما بيقول، هو هيدينا كل ما نطلبه. بس فين التسليم؟ لازم يبقى التسليم ده تسليم نابع عن محبه حقيقيه لربنا. لو انا حبيت وسلمنا فصرنا نحمل، هي دايما بتتاخد بالمعنى الروحي ليها، لكن هي المعنى الحقيقي او التفسير ليها لما كان بولس الرسول اتكسرت بيه السفينه وبقى في عرض البحر وخلاص بقى، يعني كل واحد على قطعه من الخشب، فالرياح هي اللي كانت بتحملهم. يعني ده التفسير الاساسي، بس احنا بناخدها بالتفسير الروحي بتاعها. ما انا بقول احنا هنستخدم التعبير، بس التعبير نفسه اللي استخدمه بولس الرسول في هذه المقوله في الحادث ده، ان بيقول سلمنا فصرنا نحمل. ازاي ان احنا بنسلم حياتنا لربنا فهو بيحملنا؟ ازاي هو بيشيل همومنا؟ احنا لو سلمنا حياتنا لربنا بس بيكون زي ما قلنا تسليم حقيقي. ازاي تسليم حقيقي؟ في تسليم ظاهري، ان انا بقول يا رب لتكن ارادتك وانا متضايق او زعلان او حاسس ان عاوز ربنا انا عندي حلول معينه عايز افرضها على ربنا. لكن التسليم الحقيقي المفروض ان انا اقول له خد كل الامور في ايديك يا رب وهسلم لك كل شيء. كل شيء بمعنى كل شيء، مش في الحاجات المهمه بس، لا، بسلم ربنا كل حياتي. انا عايز اقول ان من ضعفات ادم في البدايه والشيطان نفسه انه اراد ان يدبر نفسه بنفسه. يعني ما رضيش يسلم حياته لربنا، رغم ان ربنا اعطاه وصايا لادم اللي تعيش بيها، وانك انت ما تاكلش من شجره معرفه الخير والشر، لكن ادم اراد ان يدبر نفسه بنفسه، ما سلمنوش حياته. فاحنا نتمنى لما يكون في حياتنا في علاقتنا بربنا نسلم له حياتنا بالكامل، مش في بعض الاشياء والاشياء الاخرى لا، ونقبل اراده الله حتى في الدخول من باب الضيق وطريق الكرب. يعني مش نيجي نقول لو ربنا سمح ان يكون في ضيقه في حياتنا نقول له لا يا رب انا مش هسلم لك حياتي، لا، نسلم له حياته وثق تماما ان نهايه الطريق الكرب سوف تكون هو الحياه الابديه والصالح ليك دايما. ازاي نقدر نثق في ان الله هو اللي بيختار الصالح لينا دايما؟ احيانا بنطلب طلب ولم يستجاب، واحيانا بنحس ان يا رب انت ناسيني ليه، يا رب بيبقى عندنا شك في ان ربنا هو بيختار لنا الاختيار الصالح. ازاي يكون عندنا الثقه الكبيره دي بربنا؟ اسمحي لي استخدم ايه من الكتاب المقدس برضو قالها القديس بطرس الرسول في الصحاح الاول الرساله الاولى والصحاح الثاني وعدد ثلاثه، بيقول ان كنتم قد ثقتم ان الرب صالح. لازم نثق ان الرب صالح، وبما ان الله صالح فكل تعاملاته معنا هي الصلاح. تمام. يعني مثلا لو احنا بنقول عن الله هو الراعي، والراعي الصالح ده دايما يختار الصالح لينا. طيب في سؤال ممكن يطرح نفسه، طب الله عارفين ان هو صالح وبيقدم صلاح. طب لو في ناس اشرار أرادوا بي شرا فكيف يكون التصرف حينها؟ بنشك في قدرات الله؟ لا، بقول لا، إن ربنا بيستخدم الأضرار بتاعة الآخرين أو الأخطاء بتاعة الآخرين تجاهنا إن يحولها في الآخر لصلاح لينا. كلنا نفتكر طبعا قصة يوسف الصديق. يوسف في تكوين 50 لما أخواته باعوه، يمكن في المظهر من بره من الخارج ان ما كانش صلاح خالص خالص خالص، لكن ربنا استخدم الشر بتاع اخواته ان في الاخر خالص يكون صلاح ليوسف وصلاح لاخواته.
بل وصلاح لكل العالم. خيانة، وخيانة من مين؟ من الإخوات. أصعب شيء لما تكون الخيانة جاية من أقرب الناس لينا، لكن في الظاهر زي ما حضرتك بتقول هي باينة شيء قاسي جدا وشيء صعب قوي، لكن في الباطن ربنا استخدم ده بصورة تانية خالص. عشان كده هو قال لهم أنتم قصدتوا بي شرا ولكن الله قصد به خيرا. أنا عايز أقول يمكن تعليق كده لقداسة البابا شنودة عن قصة يوسف لما قال من الذي باع إخوة يوسف، فقال الذي باع إخوة يوسف هو اتضاعه وليس إخوته، اتضاعه وتسليمه. هو كان مسلم حياته لربنا واتضاعه، كان ممكن يقاوم أن يقول لهم ده أنا أخوكم مش يعني الناس التجار اللي خدوه، كان يقول لهم لا ده أنا أخوهم مش من حقهم يبيعوني، لكن هو كان متضع جدا وسلم إرادته وحياته كلها للسيد المسيح في ذلك لله، يعني في ذلك الوقت عشان يقول لهم أنا تحت سيطرة الله وتحت تدبير الله لكل مراحل حياتي. ده حقيقي. باقي الآية بتقول بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. الصلاة مقترنة بالدعاء وشكر. خلينا نوضح الأول يعني إيه دعاء. دعاء إن احنا نطلب، يمكن في طلبة، الطلبة والدعاء هي إن احنا نطلب من الله بلجاجة، نطلب من الله نرفع قلوبنا بلجاجة. عشان كده حتى في ختام البسخة لو في ختام كده بيبقى ختام الساعة النهار وساعات الليل وختام التسبيحة بنقول لك طلبة. الطلبة دي بتكون دعاء بس بلجاجة، ان انا اقف اصلي من ربنا بكل قلبي وارفع قلبي حينها بلجاجة عشان يستجيب لي. توسل، بنتوسل لله وبالاخص لو من اجل غفران الخطايا. فالدعاء يمكن طلبة بس بأعمق شوية، لاني بنتوسل وفيها انسحاق لربنا. بالظبط، احنا بنطلب من ربنا بيكون مقترن بالتضرعات والتوسلات ان احنا ربنا يستجيب لينا. اما كيف تكون الصلاه مقترنه بالشكر؟ اسمحي لي يمكن ادي مثل كان جميل جدا، السيد المسيح له كل المجد لنفسه، علمنا ازاي تكون الصلاه مقترنه بالشكر. فاكرين كلنا قصه اقامه اليعازر في يوحنا 11 لما اقام السيد المسيح، قبل ان يقيمه رفع يسوع عينيه وصلى وصرخ قائلا أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت في كل حين أنك تسمع لي. عايز يقول لنا مثال حي أنا عملته في حياتي، عايزكم كل مرة تعملوه أن كنتوا دايما تقدموا الشكر في صلاتكم. حتى كنيستنا الجميلة الأرثوذكسية المستقيمة علمتنا أن في كل طقوسها لازم نبدأ بالشكر، صلاة الشكر لازم كل صلاة تبقى موجودة بالشكر، في صلوات الإجبية السبعة، في أفرحنا، في أحزننا، في القداس، في رفع البخور باكر والعشية. عايزة تقول لنا أن احنا دايما لازم نشكر ربنا في أحزننا، يعني طبعًا زي ما حضرتك بتقول في أحزننا بتبتدي بصلاة الشكر، بنشكر ربنا على كل شيء. بالظبط كده، مش مفروض نشكر ربنا في على أشياء وأشياء نتذمر عليها، المفروض أن احنا نشكر الله في كل حين. عشان كده احنا دايما في صلاة الشكر نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال. فاحنا دايما بقدم الشكر لربنا. يمكن للأسف بعض الناس يعني ما بتعبرش عن شكرها لربنا من أجل الأشياء البسيطة. لو حصل حاجة كبيرة يقول لك نشكر ربنا، لكن المفروض إن احنا عشان نعيش حياة الشكر الدائم في الصلاة إن احنا نشكر ربنا على كل حال، نشكره على النفس الخارج من حياتنا وإن احنا موجودين دلوقتي، نشكره على حفظه لينا، مجرد حفظ الله لينا حاليا ان احنا بصحة جيدة وموجودين ومحافظ علينا، ان الواحد ما عملش خرج من بيته ورجع سالم المفروض يشكر ربنا. مجرد وجود الإضاءة، وجود النفس، وجود كل شيء حوالينا بكل تفاصيل المفروض نشكر بيه عليه ربنا. يعني المفروض ان احنا في كل حين نشكر الله في أثناء الصلاة، وكل ما نرفع قلبنا نقول له نشكرك يا رب على كل حال. وأعظم مثل إدهن رب المجد مثل العشرة بورس اللي بعد ما شفاهم واحد بس اللي رجع وشكر، وهو ده اللي حصل على الخلاص بعد الشفاء الجسدي. بالتأكيد الإنسان الشاكر بيحصل على بركات روحية كتيرة. يمكن أحيانا زي ما حضرتك بتقول بنعمل حاجات إحنا يومية، بنصحى نغسل وشنا، إيه المشكلة يعني واحد بيغسل وشه، إيه المشكلة؟ لو بصينا لقينا واحد تاني دراعه مكسور مثلا، هو حتى الحركة البسيطة دي هو مش قادر يعملها. غسيل الوش صعب جدا، أحيانا الناس بيكون حتى دخول التواليت مثلا بيبقى صعب جدا، في حين إن إحنا يوميا بنقوم وبنعمل الحاجات دي عادي روتين وما بنحسش أصلا إن الحاجات دي مهمة أو
او ان الحاجه عاديه يعني مش محتاجه شكر عليها، بالعكس زي ما حضرتك بتقول حتى النفس مهم قوي ان احنا نشكر عليه. بالظبط، المفروض نشكر ربنا على كل حاجه وحتى لو كانت بسيطه. في ناس بتعتقد ان دي حاجات عاديه جدا المفروض بديهيه ما نشكرش عليها ربنا. انا عايز اقول لا، المفروض نشكر على كل حال، كل حاجة، كل حاجة مهما كانت بسيطة أو كبيرة أو صغيرة. ودايما لازم نتعلم إن إحنا بنشكر ربنا على عطاياه السابقة عشان هيدينا تاني، ما إحنا ما نقدرش نطلب من ربنا وإحنا ما شكرناهوش على اللي فات. صح. فلازم نشكر ربنا على اللي فات عشان نقدر نطلب منه من جديد تاني في حياتنا. نفسي نتعلم نشكر على الإيمان الأرثوذكسي السليم، نفسي بجد، لاني يعني غيرنا كتير مش واخد النعمه والجمال ده. فكتير بنشكر على الحاجات الماديه اللي احنا بناخدها، لكن ما بنشكرش على الخدمه اللي ربنا مديها لنا، ما بنشكرش على الايمان، ما بنشكرش ان هو جه واتصلب واخلى ذاته وتحمل كل الالام دي. احيانا كتير حاجات كتيره احنا محتاجين ان احنا نتعلم ازاي نشكر من اجلها. تمام. طيب باقي الآية بتقول والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، لتعلم طلباتكم. خلينا نوضحها، يعني هل حياة الشكر والتسليم كل ده بيخلي طلباتنا معلومة قدام الله أو الله يستجيب لطلباتنا؟ خليني أبدأ أن أقول أن ربنا بيستقبل طلباتنا دي وشكرنا ده بكل فرح واستجابة. الله يستقبل طلباتنا بكل فرح واستجابة. عايزين نقول كمان ان لما احنا بنقدم الشكر لربنا في حياتنا فده بيخلينا نتذكر احسانات الله لنا ومحبته لينا، ولما نتذكر احسانات الله ومحبته لينا نثق فيه اكتر وعلاقتنا بتنمو مع في الله اكتر. وعايزين نقول كمان ان حياة الشكر دي في منها مراحل كتير. اسمح لي أقسمها بس لأربع درجات من الشكر. أول حاجة الشكر على المعجزات والمواهب والخيرات الكثيرة. طبيعي جدا إن الواحد لما يكون في خيرات عنده كتير ومعجزات وعلاقته بربنا حلوة يقعد يشكر ربنا، ده طبيعي جدا وده من أقل درجات الشكر. ده هي. الدرجة الثانية الأكثر قيمة هي الشكر على القليل. لما ربنا بيديني حاجة قليلة وبشكره عليها فالقليل ده بيزيد، عشان كده بيقول ليست هناك موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني لما ربنا يدينا حاجات قليلة ونشكره عليها فالحاجات دي بتزيد. طيب. المرحلة الثانية كمان من الشكر، الشكر على حفظ الله لنا في من الضيقات. يعني ربنا لما بيحفظنا من الضيقات دي الدرجة الثالثة، أن احنا يعني أعلى قيمة من الشكر على المواهب القليلة. لما ربنا بيحفظنا بس مجرد أنه بيبقى حافظنا فده الدرجة الثالثة. أما الدرجة الرابعة والأخيرة واللي أكثرهم قيمة هي شكر الله على الضيقات والتجارب في حياتنا. تمام. بل نحتمل هذه الضيقات والتجارب بكل فرح. فده مرحلة متقدمة جدا من الشكر لربنا في حياتنا. خلينا نقولهم الأربعة تاني، الشكر على المواهب، الشكر على المواهب والمعجزات الموجودة في حياتنا. تمام. الشكر على القليل فيزداد. الشكر على حفظ الله لنا من الضيقات. المرحلة الرابعة هو الشكر لتقديمه لله في الضيقات والتجارب ونحتملها بفرح. دي المرحلة الرابعة من الشكر. طب خلينا نتكلم على المرحلة الرابعة، أهمية الشكر في الضيقة وفي التجارب إزاي، ويمكن دي أعلى المراحل أو أعلى الدرجات زي ما حياتك بتقول. لأن صعب قوي الإنسان في عز مرضه في عز تعبه في عز ألمه يقعد يشكر، أشكرك يا رب على المرض الجميل اللي أنت اديتهولي. ما هو برضو محتاجة درجة روحية عالية، يعني مش أي حد يقدر يعملها. خلينا نتكلم ونسلط الضوء على هذه المرحلة. يمكن زي ما حضرتك قلتي مش أي حد بيقبل صليب المرض أو صليب التجربة. احنا عندنا أمثلة كتير سواء في الكتاب المقدس، كان في قديس بولس الرسول لسه قلنا من شوية كان عنده شوكة وطلب ثلاث مرات من ربنا أن يرفعها، وقال لي وربنا رفض ده وقال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وكمان عندنا الأمثلة الحية اللي شفناها في العصر المعاصر في التاريخ المعاصر هو أبونا بشوي كامل. في صليب مرضه وفي عز ألمه ومرضه وتعبه كان دايما شاكر ربنا وكان دايما مبتسم وكان دايما بيصلي ويشكر ربنا على كل حال. فده أمثلة عملية وحقيقية في حياتنا سواء من الكتاب المقدس أو في التاريخ المعاصر. عايزين نقول إن ربنا لما بيسمح بتجربة في حياتك أكيد للفايدة ليك، ونهاية التجربة دي أكيد هي تزكية لدخول السماء. صح. ممكن يبقى من أجل تنقية من مرض معين، ممكن يكون من أجل استعدادك الحقيقي للحياة الأبدية. ياما بنشوف ناس بتبقى بعيدة عن ربنا وأول ما ربنا بيسمح بمرض
أو بتجربة في حياتها بتقرب. تلاقي الشخص ده قرب جدا لربنا وبقى حياته أكثر قداسة من أي حد تاني كان موجود قريب من ربنا. ليه؟ إيه اللي حصل؟ يقولك لا، أصل ربنا استخدم الطريقة. وإحنا عندنا طبعا مثال عظيم للتجربة هو أيوب الصديق طبعا. ربنا لما سمح بتجربته قرب ليه أكتر، وفي الآخر قالك أخيرا فهمت يا رب. يعني كان محتاج أن يتجرب عشان يحس بمحبة ربنا ليه، فهو ده سبب التجربة أحيانا والضيقات في حياتنا. احيانا بتكون عدم استجابه الله للبطنه هي خير لينا، وزي ما قداسه البابا شنوده بيقول عدم استجابه الله هي في حد ذاتها استجابه للصلاه. طيب ازاي ندرك بقى ده؟ ازاي نقدر واحنا في وسط التجربه وربنا لم يستجيب لينا او بيأجل استجابه الطلب، ازاي احنا نبقى واثقين ان الله بيعمل برضه مصلحتنا؟ دائما احنا قلنا من شويه ان الله صالح ولا يريد الا الصلاح، ومشيئته دايما الصلاح لينا. واحنا دايما عارفين ان في ثلاث مراحل استجابة للصلاة، ثلاث طرق بيستجيب بهم الله للصلاة. اول طريقة هو استجابة الله في الصلاة، يقولك سمعت وسأستجيب حالا. وياما شفنا معجزات وتعاملات الله في الكتاب المقدس مع القديسين والرسل، ولما فتح البحر الأحمر لموسى وعدى وعبر، لما بيجي يقول له يا رب احنا عايزين هنعمل ايه، يقول له طب خلاص انا هديك الحل دلوقتي، هستجيب لصلاتك وطلباتك. ده النوع الاول. النوع الثاني يقول له انا سمعت وهستجيب بس مش دلوقتي، في الوقت المناسب. يمكن في امثله كثيره موجوده في الكتاب المقدس، يمكن من اعظم الامثله الاستجابه للصلاه بس في وقت متاخر جدا. يمكن كان اول وعد من الله ان نسل المراه يسحق راس الحيه. تحقق هذا الوعد والاستجابه ليه بعد الاف السنين. تمام. لكن لازم يبقى عندنا ثقه ان الله سيستجيب. اما النوع الثالث ابراهيم اعظم مثال لما طبعا لما قال له من نسلك تتبارك جميع الشعوب، كان أعظم من أمثلة الاستجابة الصلاة بس متأخرة أيضا، لأنه قعد سنين كتيرة ما بيخلفش. ده حقيقي. أما النوع الثالث بقى لما يجي ربنا يقولك أنا سمعتك وهستجيب بس أنا مش هديك اللي أنت عايزه، ما هتدي إيه يا رب؟ ده هيقولك ده أنا هديك أعظم وأفضل مما تطلب. إيه يا رب ده كلام معقول؟ يقولك آه. حتى في أمثلة موجودة في الكتاب المقدس، إحنا لسه قلنا من شوية مثل بولس الرسول. بولس الرسول طلب وصلى من ربنا ان هو يستجيب، لكن قال له لا انا مش هديك الاستجابه دي. قال له ليه يا رب؟ قال عشان ابقى معاك. ممكن ربنا يقول لك لا انا هحرمك من الحاجه دي عشان هديك الافضل. تمام. لازم نثق في استجابه الله دائما لصلاتنا، وفي كل حال ربنا بيستجيب لخيرنا والصالح بتاعنا، لانه صالح والرب صالح دائما ويريد الصلاح لينا في كل الاحوال. ازاي نقدم مشيئه الله؟ يعني دايما نقول له مشيئتك يا رب لا حسب مشيئتي انا، انا عاوز كذا بس حسب مشيئتك يا رب. هل كلمه انا عاوز كذا دي يا رب ده غلط واحنا بنصلي؟ كاني بقول لربنا بديله الحل وفي الاخر اختار انت يا رب. هل ده جائز او مقوله جائزه ان انا اقولها لربنا ولا لا؟ العلاقه بين ما بين ربنا هي علاقه حب. المفروض كل شيء يعني يبقى بفكر فيه اعرضه قدام ربنا. أوه. حتى ارادتي الذاتيه بقول له يا رب انا ليا اراده شخصيه، طب ارادتي كذا بس انا عارض الامر قدامك، لكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. الكلمه دي قالها السيد المسيح عند قبل الصلب. عايز يقول لي يا رب انا ارادتي لازم تتفق مع ارادتك. ممكن يكون انا ليا خير او نظر قصير في ان الموضوع ده لخيري، لكن أوه. هو يكون للشر بتاعي. فربنا يقول لي لا انا يعني انا سامع طلباتك بس انا هستجيب بطريقه معينه، انا بحبك جدا عشان كده هديك الافضل. زي ما طفل كده يطلب من بابا حاجه صغيره خالص مثلا هديه بسيطه، يقول لا انا مش هجيبها لك، فممكن يتضايق ويزعل ويقول له ازاي ما تتجابهاش ليا، يفاجئ بعد ايام جاب له هديه اعظم. تمام. جاب له هديه اعظم من اللي كان طالبها بكتير جدا. الهدف الاساسي ان عايزين نقول ان ربنا بيبص لمستقبلنا والافضل لينا دائما في كل الاحوال. دائما اراده الله هي الخير ليك. في يمكن اسمحي لي كده يعني استعير مقوله كده من صلاه بيقول لك ايه؟ لا سلام تام ولا نجاح كامل الا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك يا الله. يعني انت لو بتدور على السلام التام والنجاح الكامل مش هتلاقيه غير انك انت لما تسلم حياتك لربنا. ممكن انت بطريقتك البشريه يبقى نجاحك وقتي. تحس بسلام وقتي، تحس بفرح وقتي، لكن لما تسلم حياتك كلها لربنا تثق فيه كل الثقه وتسلم ارادتك في ذلك الوقت هتحس ان في نجاح كامل وسلام تام تحت تدبير مشيئه الله في حياتنا.
جميل. خلينا نطلع من الآية الجميلة دي في الأول تسبيح لله اللي هو الصلاة، وبعدين الدعاء اللي هو طلب من أجل مشكلة معينة، وبعد كده نتعلم نشكر في وقت الدقيقة. خلينا نبلور بقى الكلام الجميل اللي قلناه على مدار الفقرة كلها، ونطلع برسالة جميلة ربنا بعتها لنا النهاردة. في البداية رسالة فيليبي كلها حب وفرح رغم الضيقات. ابتدى بولس الرسول في الآية دي يقول لنا إن احنا ما نهتمش بشيء إلا بالمسيح أولا في كل شيء، نطرح عنا كل الهموم، بعد كده نهتم بالشكر، إن تكون صلاتنا دائما ممتزجة بالشكر، نشكر الله في الفرح، نشكر الله في الضيقة والألام، نسلم حياتنا ليسوع عشان يقدر يقودنا لموكب نصرته، وننتهي في الآخر خالص للخير لينا دائما في كل الأحوال، لما نثق إن الله هو صالح ويدبر حياتنا للصلاح دائما في كل حين. الحقيقة أنا استمتعت بالحوار مع حضرتك جدا، كل الشكر للأستاذ بيشوي القمص يؤنس خادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وكل مشاهدين، شكرا جدا. مشاهدينا لحظات ونرجع لكم مع فقرتنا الثانية، خليكم معنا بعد الفاصل.